المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة حلقات خمسة تسبيح بفهم، ودي الحلقة رقم 13 في تعليم النوتة الموسيقية. نصيحتي ليك، شوف ال 12 حلقة اللي فاتوا قبل ما تشوف الحلقة دي. وللعلم في آخر الحلقة خالص هتلاقي بلاي ليست فيها كل الحلقات اللي فاتت لو حابب ترجع لأي حلقة منهم. وعموما لو في أي حاجة مش واضحة أو في ليك أي تساؤل أو ملحوظة، اكتب لنا تحت الفيديو في اليوتيوب في حاجة اسمها إضافة تعليق أو أد public comment، فورا هتلاقينا بنرد عليك وبنجاوب. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ترنيمة يا كل الصفوف السمعيين بالنوتة الموسيقية، وعرفنا معلومات موسيقية كتيرة جدا عن مقام البياتي والأرماتورة أو دليل المقام، وعرفنا يعني ايه ميزان اللحن وسرعة اللحن. النهاردة هنطبق اللي اتعلمناه في حلقات النوتة الموسيقية اللي فاتت على لحن بخريستوس افتونف. تعالوا الأول نبص على المعلومات اللي قدامنا في أول النوتة الموسيقية في لحن بخريستوس افتونف. مكتوب مقام بياتي، والحقيقة في حد ممكن يقول لي لا ده مقام جهركان. عموما لما هندرس مع بعض بالتفصيل المقامات هتعرفوا ان الأرماتورة أو دليل المقام بتاع المقام البياتي ومقام الجهركان زي بعض بالظبط. ففي السي بيمول وفي الميسيكا. الله، أمال إيه الفرق؟ الفرق في درجات الركوز أو الاستقرار. في مقام البياتي أغلب ركوزاته بتكون على درجة الدوكا اللي هي نغمة ري، إنما في مقام الجهركا أغلب ركوزاته ودرجات استقراره بتكون على درجة الجهركا اللي هي فا. كمان سرعة اللحن 100 نوار في الدقيقة، ودي عرفناها قبل كده. الميزان كمان بتاع اللحن دوت 2/4، يعني 2 من الشكل النوار اللي رمزه 4 في كل مزورة. ولما نبص على أول سطرين هنلاقي كل الأشكال الموسيقية اللي قدامنا عارفينها ودرسناها قبل كده بالتفصيل، ما عدا الشكل اللي في المزورة رقم 10. بالرغم من أن نوار مقسوم 2 كروش، والكروش الأولاني سليم، إلا أن الكروش الثاني مقسوم تقسيمة غريبة جدا. بدل ما يتقسم لاتنين دوبل كروش، لأ اتقسم لتلاتة دوبل كروش، فغير لنا كل النظريات اللي اتعلمناها. هتقول لي الله، ما تحيروناش بقى يا جماعة، بتوصلكوا على حل، الكروش بتساوي 2 دوبل ولا 3 دوبل؟ شوفوا ما أقول لكم، الكروش بتساوي 2 دوبل كروش وما بنغيرش كلامنا. لكن الحقيقة من الشكل اللي قدامنا ده نقدر نتعلم المحبة. محبة إيه يا أخينا؟ بجد، لأن لما يكون الكروش مكانها ما بيشيلش غير 2 دوبل كروش، ونفاجأ بأن في دوبل كروش تالتة ملهاش مكان، ونلاقي الاتنين دوبل كروش دول راحوا موسعين لها مكان بينهم، ودي تتاخر كده شوية ودي تتاخر كده شوية لغاية ما تيجي الدوبل التالتة تزنق نفسها بينهم، والمكان اللي شال اتنين دوبل هو هو نفسه وبنفس زمنه، نلاقي شال تلاتة دوبل كروش. يبقى الشكل ده دليل المحبة ولا لأ؟ وأصبح الشكل الجميل ده كله على بعضه هو عبارة عن نوار. وبنظرية الكرة، إيدي وهي نازلة بنغني كروش سليم، لكن وهي طالعة بدل ما كنا بنغني 2 دوبل كروش نغمتين دوبل كروش، لا هنغني 3 نغمات في نفس زمن الاتنين دوبل كروش. عشان كده بنكتب تحت الشكل العجيب ده رقم 3 رمز، لأنه 3 دوبل كروش هيتقالوا في زمن 2 دوبل كروش، وبنسميه علشان نسهل قرايته تريولي. تريولي يعني ثلاثية. تعالوا قبل ما نرتل لحن بخريستوس افتونف ناخد تمرين بسيط على التريولي دي، علشان بعد كده نقرأ اللحن فريرة. يلا تفضل. دو دو ري دو سي دو ري دو ري ري مي ري دو ري مي ري مي مي فا مي ري مي فا مي فا فا صو فا مي فا صول فا صول صول لا صول فا صول لا صول لا لا سي لا صول لا سي لا سي دو. كده خلاص فهمنا وحفظنا الشكل التريولي، حفظناه صم. تعالوا بقى نرتل اللحن بخريستوس افتونف، لحن القيامة اللي معنى كلماته القبطية المسيح قام من بين الأموات، بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. تعالوا نرتله بكلماته القبطية من غير سولفيج، ونخلي بقى ترتيله بالسولفيج واجب تتمرنوا عليه لوحدكم.
بس بعد ما تقروه أكتر من مرة، تقروه من الحلقة هنا بالنوتة الموسيقية، لأنه بالسولفيج بيبقى صعب شوية، لكن الحقيقة السولفيج بيخلينا نحس بالنغمات وعلاقتها ببعض لما بتعلى ولما بتوطى. يلا اتفضلوا. اللحن بخريستوس افطم في بالنوتة الموسيقية. خلصت حلقة النهاردة، لغاية لما أشوفك على خير في الحلقة الجاية اللي هنتعلم فيها ألحان تانية بالنوتة الموسيقية ونتعلم تفاصيل أكتر في النوتة الموسيقية. لكن لغاية لما أشوفك المرة الجاية هقول لك باي.